هلو جونيور 6 ستودنتس، ويلكم باك تو سكول. ويلا بينا نكمل النهارده كونسبت 2. كونسبت 2 اسمه ذا بودي از ا سيستم. هنتكلم على البودي كانه سيستم، او بمعنى اصح يعني احنا هنتكلم على سيستمز موجوده جوه البودي بتاعنا. احنا متفقين من جونيور 4 ان all body systems work together to keep human alive، يعني كل السيستمز بتاعت جسمي بتشتغل مع بعض علشان خاطر تحافظ على ان الكائن الحي ده يفضل عايش. يعني الدايجستيف هيهضم الاكل، الريسبيراتوري هيجيب الهواء او مسؤول عن التنفس، السيركيولاتوري مسؤول عن انه يحرك الدم فكل سيل يوصل لها الاكسجين ويوصل لها النيوترينتس. وما ينفعش خالص خالص يجي يوم سيستم يقول انا واخد اجازه او انا تعبان النهارده مش هشتغل، او ممكن سيستم تاني يقوم بالوظيفه بتاعتي، ده استحالة يحصل. فما بالكم بقى لو الجسم بتاعنا اتعرض لدينجر، لخطر. All body systems work together in danger situations. كل الأجهزة بتاعت جسمي هتشتغل عشان تخرجني من الموقف ده. تعالوا كده نشوف example. مثلا when you see a danger، انت ماشي في الشارع فشفت كلب، فانت الكلب ده بالنسبة لك هو خطر كبير جدا. معظمكم بيخافوا من الدوجز، فاول ما بيشوفوه فكانه شاف ديناصور قدامه. فالاي بتبتدي تبعت مسج للبرين، بتبعت رساله الحقني انا شايفه دوج قدامي وانا بخاف منها. فيقوم البرين سند سيجنال تو ذا هارت، يبعت رساله بسرعه جدا للقلب، فقلبك يزود الضربات، يعني الهارت بيتس تبتدي يحصل لها انكريز، فده يعمل بوشينج مور بلود، يطلع دم اكتر يوصله للمسلز، فالماسلز تعمل كونتراكت عشان تقدر تتحرك. كل ده بمجرد بس ما انت شفت الكلب او شفت الحاجة اللي انت بتخاف منها. معانا برضو اكزامبل تاني، مثلا الدكتور جايب هامر طبي وبيحاول يضرب على الركبة بتاعت الولد، فالولد خايف، فبمجرد ان هو خايف عينه اول ما بتشوف ان الشاكوش بيبتدي يقرب من جسمه فبيبعت رسالة للبرين على طول، فالبرين يبعت رسالة للهارت، فالهارت يعمل increasing للبيتش، يزود الضربات او بيزود الضربات، فلما يزود الضربات القلب فكده يضخ دم زيادة، فالدم دوت يوصل للمسلز فتعمل contraction فتبتدي تتحرك، والولد رجله بتتنفض لدرجة انها ممكن تخبط في الدكتور. المهم ان انا كده حصل عندي interaction ما بين 3 system، يعني حصل تفاعل ما بين 3 systems. مين هما؟ عندنا ال nervous system الجهاز العصبي، وال circulatory system الجهاز الدوري، وال muscular system الجهاز العضلي. طب تعالوا نجيب reason ده سوا. nervous system depend on digestive system and circulatory system. ال nervous system الجهاز العصبي بيعتمد على الجهاز الهضمي، وكمان بيعتمد على الجهاز الدوري. ليه؟ لان النيرفس سيستم ده هو محتاج نيوترينتس، محتاج غذاء، الغذاء ده اللي هو هيجيله من الفود اللي هضمه الدايجستيف سيستم، والنيوترينتس دي عشان توصل له اصلا فهي محتاجه تمشي في البلد، فكده نقلها له السيركيولاتوري سيستم. يبقى نقرا كده الانسر مع بعض. Because it need nutrients، محتاج الغذاء، from the food which is digested by digestive system. Nutrients transmitted هتتنقل to the nervous cell in blood. Give reason تاني. Circulatory system and digestive system depend on nervous system. هنا بس سؤال بالعكس، بيقول ان الجهاز الدوري والجهاز الهضمي بيعتمدوا في شغلهم على ال nervous system. اه، اصل النيرفس سيستم هو اللي بيعمل كنترول للماسلز بتاعت الاستومك عشان تعمل دايجيشن، فهو كده بيتحكم في الماسلز اوف ذا استومك اللي موجوده في الدايجستيف سيستم، وكمان بيتحكم في العضلات بتاعت الهارت اللي موجوده في السيركيولاتوري سيستم. يبقى النيرفس سيستم كنترول ماسلز اوف استومك ان دايجستيف سيستم اند ماسلز اوف ذا هارت in the circulatory system. يبقى احنا كده عرفنا ازاي السيركيولاتوري والدايجستيف بيعتمدوا على النيرفس، وازاي النيرفس نفسه برضو بيعتمد على السيركيولاتوري والدايجستيف عشان يقدر يقوم بالوظيفه بتاعته. من دراستنا للسيلز عرفنا ان السيلز في كومن كومبوننتس موجوده ما بينهم، يعني في كومبوننت مشتركه، لكن السيلز بتكون ديفرنت في الشيب والسايز.
لان كل سيل سبيشالايزد تو بيرفورم ا فانكشن، كل سيل ليها الوظيفه بتاعتها اللي هتقوم بيها. يعني احنا مثلا قلنا في الكونسبت اللي فات ان احنا عندنا البلوت سيل وعندنا الماسل سيل وعندنا النيرف سيل وعندنا البونز سيل، فكل دي نوع سل مختلفة عن التانية وكل واحدة منهم ليها وظيفة غير التانية. عشان كده السلز زي ما اتفقنا انها different in shapes and in size. نتكلم شوية عن الماسل سل. زي ما انتوا كده شايفينها في الصورة بتاعتكم هتلاقوها انها عبارة عن long fibers، الياف، بس الياف طويلة. ليه شكلها long fibers؟ عشان ده allow movement، بيساعدنا على الحركة، وده ينفع يجي سؤال give reason. كمان can store and use energy quickly، ده بيخليها تخزن وتستخدم الطاقة بسرعة. بس المشكلة بقى ان الماسل سيل دي صغيرة قوي، ف it can't work alone، استحالة ينفع تشتغل ماسل سيل واحدة لوحدة، فلازم يبقى collected كده مع بعض ويعملوا لي تيشو والتيشو تكون لي organ، فكده تمام هيشتغلوا والدنيا هتبقى زي الفل. لكن ماسل سيل واحدة بس تشتغل لا مش هينفع. ليه مش هينفع؟ لان السايز بتاعها is small. يعني group of tissues will form muscle organ، يعني المسل دي considered as organ. وده سؤال ممكن يجي صح وغلط وما يجيش في دماغكو، ان المسل دي عضو من اعضاء الجسم بتاعنا. بص كده معايا على الصور، المسل سل لما هتتجمع هتكون لنا muscle tissue، والمسل tissues لما بتتجمع هتكون لنا ماسل اورجن. الماسل اورجن هيبقى عندي ماسكلر سيستم، كده بقى عندي جهاز بقى عضلي. احنا عندنا حاجه اسمها ماسكلوسكاليتال سيستم، وده حتى من اسمه كده هتحس ان هو بيتكون من تو سيستمز، الماسلر سيستم والسكاليتال سيستم، يعني بيتكون من الهيكل العظمي بتاعنا وكمان الجهاز العضلي. الاتنين دول لازم يشتغلوا مع بعض عشان جسمنا يقدر يتحرك. يعني ولا العضلات بس ينفع تشتغل لوحدها ولا العظم بس ينفع يشتغل لوحده عشان الانسان يتحرك، لازم الماسلر سيستم والسكاليتال سيستم work together. طب احنا عارفين ان كل سيستم بيكون عنده الاورجنز بتاعته، الماسكلوسكاليتال سيستم ايه الاورجنز بتاعته؟ نمبر 1 ان هو بيتكون من البونز العظام، نمبر 2 المسلز العضلات، نمبر 3 ليجمنتس الاربطه، نمبر 4 تندونز الاوتار، وكارتليجس نمبر 5 الغضاريف. يبقى تاني كده هو بيتكون من بونز مسلز ليجمنتس تندونز كارتليجس. وطبعا زي ما احنا عارفين ان احنا لازم نكون حافظين الاورجنز اللي موجوده في كل سيستم. طب عرفنا ان احنا عندنا ماسكلوسكاليتال سيستم علشان نقدر نتحرك. ازاي الماسل بتتحرك؟ الماسل عشان تتحرك لازم يحصل لها كونتراكشن اند ريلاكسيشن، يعني يحصل لها انقباض وانبساط. تقدروا تحركوا كده ادراعكم زي الصوره اللي قدامكم، تجيبوا مثلا حاجة تقيلة ونحاول نرفعها، فهنلاقي ان العضلات بيحصل لها contraction انقباض و relaxation انبساط لما بحرك دراعي سواء بفرده او بنزله لتحت. المسلز can exert force when it contract، يعني المسلز بتاعتي بتقدر تعمل force قوة او بيكون عندها قوة لما بيحصل لها contract، والكونتراكشن ده بيحصل in one direction only، في اتجاه واحد بس. الاكتيفيتي اللي قدامنا بتورينا how do the muscle move، ازاي العضلات عندنا بتتحرك. هنجرب نرفع دراعنا كده لفوق، يعني الفور ارم pulled up. هتلاقي ان الفرونت مسل العضلة اللي من فوق بيحصل لها contract، في نفس الوقت بلاقي ان الباك مسل حصل لها relax. لو انت نزلت دراعك بقى لتحت الفور ارم موف داون بلاقي العكس حصل، بلاقي الفرونت ماسل حصل لها ريلاكس والباك ماسل هي اللي حصل لها كونتراكت. كده نكون خلصنا لسن 1 و 2. لو فهمتوا استفدتوا متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتابعتوا الفيديو لاصحابكم.